السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة السادس المهني أو الثالث المهني بكافة فروعه طلبة التعليم المهني، إليكم المرشحات والملخص المهم لمادة الإسلامية الخاصة بالتعليم المهني. عندنا أول شيء الآيات الحفظ. الآيات الحفظ هن من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هاي الآية الأولى الحفظ. الآية الثانية من سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة سورة الأنبياء، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هاي بالنسبة إلى الآيات الحفظ. بالنسبة للأحاديث عندنا أول شيء محاسبة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. في الجهاد وكرامة المجاهد: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأيضا عندنا حسن الخلق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. هذا بالنسبة إلى الأحاديث الشريفة. بالنسبة إلى المعاني اللي عندنا: يبسط الرزق يعطي عطاء جزيلا، من ذكر شيء من القرآن، يقدر يضيق، لاهية منشغلة بالباطل، خشية أملاق مخافة فقر، محدث جديد إنزاله، سلطانا تسلط على القائل بالقصاص أو الدية، أسر النجوى يحدث بعضهم بعضا سرا بصوت منخفض، أضغاث أحلام مجرد أحلام في المنام، ملء الأرض ما يملأها من الذهب، أهل الذكر أهل المعرفة بالتوراة، نال الشيء حصل عليه. الكفر ضد الإيمان والجحود لله تعالى. البر ما يكون به الإنسان بارا وهو الإحسان والخير. الضالون المخطئون طريق الهدى، يكلم يجرح. فضل ما زاد عن حاجة المرء وأهل بيته. سبيل الله دينه، الكلم الجرح. ظهر دابة الحمل أو الركوب. المسك مادة عطرية دهنية. الزاد ما يأخذ المسافر من طعام. تفرز مسك مادة عطرية دهنية تفرز من دم الدابة كالظبي، والمراد أن الدم رائحة طيبة كرائحة المسك. العاجز بعد إيمانهم أن يرتدوا من الإسلام إلى الكفر. العاجز ضعيف العقل والإرادة، تمنى على الله طلب من الله العون والفوز من غير أن يهيئ أسبابهما. الكيس العاقل دان نفسه حاسبها سيطر عليها. عندنا أيضا هنا أحكام النون الساكنة، واحنا قايلين لكم انه النون الساكنه وهي النون التي ترسم من دون حركات او ترسم عليها السكون وتاتي في وسط الكلمه او في اواخرها. التنوين وهي الحركات المضعفه، وهي نون ساكنه تلفظ ولا تكتب في اخر الكلمه فقط في حاله الوصل.
مثل بصيرا كتاب سميع سميعا. الإظهار هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخارجهما من غير غنة، فيقرع اللسان بهما ويقع الإظهار في كلمة واحدة أو كلمتين، إذ جاء بعدها أحد حروف الحرف الستة: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، مجموعة في أوائل العبارة التالية: أخي هات علما حازه غير خاسر. مثال النون الساكنة في الإظهار: ينؤون مثل التنوين في الإظهار عذاب أليم. الإدغام هو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حروف يرملون في أول الكلمة الثانية ليصبح حرفا واحدا ويقسم إلى قسمين: إدغام غنة، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حروف كلمة ينمو ليصبح حرفا واحدا مشددا. مثال النون الساكنة في الإدغام بغنة: من يشاء، موال، مما، من نشاء. مثال التنوين في الإدغام بغنة: وجوه يومئذ كتاب موقوتة. ثانيا إدغام بغير غنة، هو قلب النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى إلى جنس أحد حرفي اللام والراء ويصبح حرفا مشددا. مثال النون الساكنة في الإدغام بغير غنة: من ربهم، من لم. مثال التنوين في الإدغام بغير غنة: رؤوف الرحيم، جعلنا لوليه. الإقلاب وهو قلب النون الساكن أو التنوين ميما إذا جاء بعدها حرف الباء، ويقع الإقلاب في كلمة واحدة أو كلمتين، مثال النون الساكنة في الإقلاب: ينبت. مثال التنوين في الإقلاب: رؤوف بالعباد. الإخفاء وهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين خالية من التجديد وسطا بين الإظهار والإدغام إذا جاء بعدها أحد حروف الإخفاء، وهي الصاد والضاد والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء، مجموعة في البيت التالي: صف ذاتنا كم جاد شخص قسما، دم طيب زد في تقى ضع ظالما. أيضا عندنا الفهم والتفسير. من الأشياء التي تأتي بتفهم لماذا يبتلين الله، أو في هذه الآية نادى الله تعالى عباده بلفظة الإيمان وماذا قال لهم: لاستنهاض الهمم إلى الامتثال لأوامر الإلهية، قائلا لهم: اطلبوا العون من الله في كل الأمور، واستعينوا بالصبر على الطاعات وبالصلاة التي تنهي كل رذيلة وتطمئن بها النفس، والله مع المؤمنين والصابرين. سؤال: بماذا أراد الله أن يختبرنا، وما هي صفات الصابرين؟ لنبلونكم، أي لنختبرنكم. فاختبار الله بشيء من الخوف والجوع ونقص ببعض الأموال أو ذهابها أو بموت بعض الأحباب أو استشهادهم وضياع بعض الثمار والزروع بقلة إنتاجها أو فسادها. أما الصابرين الذين من صفاتهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا عبيد الله يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون بالموت ثم بالبعث للحساب. وأما جزاء الصابرين لهم الثناء من الله ورحمته وهم المهتدون إلى الرشاد. سؤال: ما هي الصفا والمروة، وما حكم السعي أو الطواف، وكيف نتعبد إلى الله؟ الصفا والمروة جبلان قرب بيت الله الحرام في مكة، وهم من معالم دين الله الظاهرة ومن مناسكه التي نتعبد الله. فمن قصد بيت الله حاجا أو معتمرا فلا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما، وواجب عليه ذلك. ومن فعل متطوعا من نفسه فإن الله شاكر لفعله ويثنيه عليه على القليل بالكثير، لأنه عليم بأعمال عباده. سؤال: من الذين يجحفون الآيات الدالة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وما عقابهم، ومن المشمولين بالاستثناء؟ أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم هم الذين يجحفون أو يكتمون ما أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل، وعقابهم يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة. ملائكة الله والمؤمنين المشمولين بهذا الاستثناء من اللعن هم الذين تابوا وأحسنوا العمل ورجعوا عن كتمان ما أنزل الله وأظهروا للناس ما علموه من أمر رسول الله والرسالة، لذلك يتقبل الله توبتهم ويعفو عنهم ويمحو ذنوبهم. أيضا عندنا هنا السؤال يقول: قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ماذا أمرنا الله وعن ماذا نهانا؟ أمرنا أن نأكل من رزق الله الذي أباحت لنا في الأرض
وهو الطاهر غير النجس والنافع غير الضار. نهى عن اتباع خطوات الشيطان فيما يزينه لنا من المعاصي والفواحش، فتحرم الله حلاله وتحلل حرامه، إنه عدو عظيم. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بماذا أمرنا الشيطان؟ أمرنا الشيطان بالسوء، وهو الذنب القبيح الفحشاء، وهي المعصية القبيحة، الافتراء على الله بالكذب من تحريم الحلال وغيرها. من سورة آل عمران: من هو إسرائيل؟ ولماذا حرم يعقوب على نفسه بعض الأطعمة ومتى؟ ولماذا حرم الله عليهم بعض الأطعمة بعد نزول التوراة؟ وماذا ادعوا؟ وما هي وضوح الحقيقة؟ إسرائيل هو النبي يعقوب عليه السلام. لماذا حرم يعقوب على نفسه؟ حرم على نفسه بعض الأطعمة الطيبة بسبب مرض نزل به، وهذا قبل نزول التوراة، وبعد نزول التوراة حرم عليهم بعض الأطعمة التي كانت حلالة لهم بسبب ظلمهم وبغيهم، وفيهم ادعوا بني إسرائيل إن الله حرم عليهم الأطعمة التي حرمها نبيهم يعقوب عليه السلام. ووضوح الحقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هاتوا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في ادعائكم، إن الله أنزل فيها تحريم ما حرمت يعقوب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاءكم بالقرآن، فمن كذب على الله بعد قراءة التوراة وهم الظالمون القائلون على الله بالباطل. ما هو أول بيت بني لعبادة الله في الأرض وما هي صفاته؟ أول بيت بني لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام في مكة، وصفات هذا البيت: مبارك تضاعف فيه الحسنات من قصده لأداء الحج والعمرة، وهو مصدر الهداية والنور لأصل الأرض لأنهم قبلتهم. لماذا لم يقبل الله تعالى توبة أهل الضلالة؟ لأنها ليست توبة خالصة، وهؤلاء هم أهل الضلالة الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وماتوا على الكفر بالله ورسوله. لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولهم عذاب مؤلم موجع، وما لهم من أحد من ينقذهم من عذاب الله. عندنا أيضا قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما سبب الغفلة؟ ولماذا معرضون؟ وماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله عليهم؟ وماذا قال الكفار؟ سماعهم للقرآن سماع لعب واستهزاء، وقلوبهم ساهية غافلة عن كلام الله. كانوا يقولون إن محمد الذي يدعي بالرسالة هو شخص مثلهم لا يختلف عنهم شيئا، وما جاء به من القرآن سحر، فكيف تتبعونه وأنتم تبصرون؟ إنه مثلكم. وماذا رد النبي صلى الله عليه؟ إن ربي يعلم بالقول في السماء والأرض، ويعلم ما أسررتم ثم من حديثكم، وهو السميع العليم لأقوالكم بأحوالكم. ويعتبر هذا تهديد ووعيد. قال الكفار: إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لها. وقالوا بعضهم إنه اختلاق وكذب وليس وحيا، ومن قال إن محمدا شاعرا، وهذا الذي جاء به شعر، وإذا أراد أن نصدقه فليأتي بمعجزة خارقة كناقة صالح وآيات موسى وعيسى عليه السلام وما جاء الرسل به من قبل. سؤال: ما الدليل على تفرد الله تعالى بالخلق والعبادة وعدم وجود إله غيره؟ لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لاختل نظامهما، ولوقع على الاضطراب والفساد، وذلك لفقدان التناسق. فالكون قائم على نظام واحد، فتنزه الله بالعرش وتقدس عما يصفه الجاحدون الكافرون من وجود الشريك والزوجة والولد. وكذلك دلائل تفرده بالخلق والعبادة: لا يسأل عما يفعل لأنه مالك كل شيء، وجميع خلقه يسألون عن أعمالهم لأنهم عبدة الله. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ماذا أراد الرسول من الله الرسول صلى الله عليه وآله أن يعول للمشركين؟ ولماذا اتخذوا من غير الله إلها؟ اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله إلها معتقدين إنها تنفعهم وتضرهم وتحييهم وتميتهم. قال لهم قل لهم: أيها الرسول، توني بالحجة والبرهان على صحة اتخاذ الآلهة من الأصنام، ولا سبيل إلى ذلك لا في القرآن ولا في الكتب السماوية مما ذهبتم إليه، ولأن شرككم إلا جهلا وتقليد فأنتم معرضون عن الحق. ماذا أرسل الله قبل محمد صلى الله عليه وآله؟ ومن هم أهل الذكر؟ وما صفات المرسلين؟ أرسل رسلا من البشر نوحي إليهم، ولم نرسل ملائكة.
أهل الذكر هم أهل العلم بالتوراة والإنجيل، صفاتهم كسائر البشر، أطباعهم طباع بشر، يأكلون ويشربون ويموتون وليسوا خالدين. هل يجوز لولي الأمر أخذ مهر ابنته؟ لا يجوز أخذه إلا برضاها. سؤال: استشهد بآية وحديث على وجوب حسن معاملة الزوج الزوجة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله: خيركم لأهله. كيف تحفظ الزوجة وزوجها في نفسها؟ أن تصون نفسها عن الشبهات. ثانيا: تحفظ عرضه وتحفظ سره. ثلاثة: لا تسمح بدخول بيتي كل من يكره، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تبذر أمواله، ولا ترضع طفلا إلا بإذنه. سؤال: من حقوق الزوجة حسن المعاملة، وضح ذلك. إن حقوق الزوجة ومتطلباتها ليست مادية فقط، بل هناك حاجات نفسية أخرى، فعلى الزوج أن يتلطف بزوجته ويدخل السرور عليها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعامل زوجاته أفضل معاملة. والمرأة إنسان يخطئ ويصيب ويحسن ويسيء، فعلى الرجل أن يعرف ذلك ويعاملها بالحسنى. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سؤال: أباح الله تعدد الزوجات إلى حد الأربعة بشرط العدالة بينهما. هل يشترط العدالة في الحب بين الزوجات؟ العدالة في الحب بين النساء غير مستطاع، لأنه من الأمور الوجدانية، ولذلك لا يسأل الزوج عن عدم مساواته فيه بين الزوجات، ولكنه يؤخذ إذا رتب عليه نتيجة مادية، كأن ينفق على أحداهما أكثر من الأخرى بسبب ميله لها عاطفية. متى تسقط النفقة عن الزوجة؟ إذا تمردت على زوجها فلم تطحه أو تسمح له وتركت بيته، عند ذلك تسقط نفقتها لأنها لم تلتزم بواجبها الزوجي فلا تستحق النفقة. سؤال: ما هي الوظائف الدولة الاقتصادية؟ مراقبة الفعاليات الاقتصادية، منع المعاملات المحرمة، تحديد الأسعار عند الضرورة، تحقيق العدل الاجتماعي عن طريق تكافؤ الفرص، توفير تكافؤ الفرص، الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي. كيف يتحقق العدل الاجتماعي؟ يتحقق بتوفير الفرص والضمان الاجتماعي بشقيه: التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي. سؤال: مبدأ الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي مرتكز على أساسين، ما هما؟ التكافل الاجتماعي وحق الجماعة في موارد الدولة العامة. التكافل الاجتماعي هو نظام فطري يستمد وجوده في سنن الله التي تربط بين فطرة الإنسان وسنن الكون، فكفالة الوالد لولده شيء فطري، وغير ذلك من الكفالة كالأخوة وكفالة الجار والفقير واليتيم. التوازن بين الدخول هو التقارب بين مستويات المعيشة بين الأفراد، حتى لا يكون هناك تمايز بين طبقات المجتمع. سؤال: ما هي غزوة الرسول لبني المطلق؟ من ومن قائدهم؟ كانوا بني المطلق قد جمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قائدهم هو الحارث بن أبي ضرار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أرسل إليهم جيشا، فرد عدوانهم وانتصر عليهم وأسلموا. وقد تزوج رسول الله جويرية بنت قائدهم. من أرسل الرسول صلى الله عليه وآله لبني المطلق لأخذ الزكاة منهم وما كان فعله؟ أرسل إليهم الوليد بن عقبة ليأخذ الصدقات من أغنيائهم فيردها إلى فقراءهم. ولما سمعوا بقدومه تهيئوا لاستقباله وخرجوا للاحتفاء به. وكان بين الوليد وبني المطلق حقد قديم وغل مورث، فتصور أنهم يبغون به كيدا، فرجع إلى رسول الله يزعم أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام. غضب الرسول صلى الله عليه وآله وغضب لغضبه المسلمون، ثم تهيئوا لغزوهم وردهم على أعقابهم، ولكن الخبر وصل إلى بني المطلق وهم براءة مما رماهم به الوليد، فألفوا وفدا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إنا ما خرجنا إليه لنقتله، لكننا خرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه الصدقات. فرجع ولم نجده، وإنا ما ارتدنا عن الإسلام. فوقف الرسول صلى الله عليه وآله خبرهم وخبر الوليد، ولم يقضي بأمر حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما هو الزواج؟ الزواج عقد وثيق وشراكة مهمة يباركها الله ويرعاها ويريد لها أن تبقى وتدوم، ولذلك فصل في حقوق الزوجين والواجبات
كل منهما ما هي حقوق الزوجة؟ أولا المهر هو حق خالص للمرأة، لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا برضاها، وهو مقدار من المال أو هدية يعطى من الرجل للمرأة. ثانيا النفقة، على الزوج أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية، وفي المقابل يكون هو قيم البيت. ثلاثة حسن المعاملة، عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هي حقوق الزوج؟ الطاعة فيما لا معصية فيه لله، أن تحفظه في نفسها وماله، معاونة زوجها بالمعروف، تربية الأولاد تربية صالحة. ما المقصود بتعدد الزوجات وما الحكمة منه؟ المقصود بتعدد الزوجات أن يكون للرجل في وقت واحد أكثر من زوجة واحدة، حكمه إباحة تعدد الزوجات إلى حد الأربع. الحكمة منه، أولا تعدد الزوجات أمر مباح ليس فرضا ولا واجبا، فإن تقدير الحاجة عائدة إلى الرجل إن رأى نفسه بحاجة للتعدد أو لا. ثانيا ومن ظروف الحاجة للتعدد حكم الزوجة ورغبة الزوجة في إنجاب الذرية. ثلاثة إباحة التعدد في حالة خاصة تمر بالمجتمع، ففي أوقات الحروب تأكل الحروب الرجال وتدع النساء، عند ذلك تظهر في المجتمع مشكلة خطيرة وهي كثرة النساء وقلة الرجال، وكعلاج لهذه المشكلة كان التعدد في الزوجات مباحا. أربعة التعدد أكثر من النسل، وأكثر النسل في بعض المجتمعات ضروري. شرح عندنا، من هم أصحاب الكهف وماذا كانوا يعبد قومهم؟ هم فتية من أشراف القوم آمنوا بالله تعالى ونبذوا عبادة الأوثان التي كان يعبدها قومهم، وقد زادهم الله تعالى يقينا وثبت قلوبهم على الإيمان والصبر على الشدائد. هل كانت عبادة قوم أصحاب الكهف تقليد أم برهان؟ وضح ذلك. كان قومهم يعبدون الأصنام وأشركوا بالله بلا حجة ظاهرة أو برهان معقول، فقد كانوا مقلدين لما كان يعبد آباؤهم. هل كان رقاد أصحاب الكهف على صورة نوم أو موت؟ كان رقادهم على هيئة نوم عميق، لذلك لما استيقظوا من نومهم سأل بعضهم بعضا كم لبثتم؟ فقالوا يوما أو بعض يوم، حسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سؤال، ما أبرز ما يستنتج عن قصة أصحاب الكهف؟ أولا وجوب الإيمان بالبعث وعظيم قدرة الله تعالى. ثانيا وجوب اتباع الحق وإن كان أهله قليلين. ثلاثة وجوب الثقة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه. أربعة احترام المراقل وقبور الصالحين والأماكن المقدسة. ما العبرة من أخذ موسى وفتاه حوتا ميتا، وأوحى الله إليه أن يأخذ معه حوتا في سفره سمكة ميتة، وهو في المكان الذي ستعود فيه الحياة للسمكة سيجد العبد الصالح. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى باتباع العبد الصالح؟ وما الحكمة التي توصل إليها موسى؟ أمر الله موسى عليه السلام أن يتبع العبد الصالح بعد أن قال إني أعلم أهل الأرض، فعاتبه الله وبين له أن هناك من هو أعلم منه وهو العبد الصالح، وذلك أيضا لأن موسى لم يرد العلم لله بل رده لنفسه. فاتضح لموسى عليه السلام بعد مرافقته للعبد الصالح أن فوق كل ذي علم عليم. لماذا كانت مخالفة موسى لأفعال العبد الصالح سريعة ومباشرة؟ لأن موسى لم يكن يعلم بحقيقة أسباب الأعمال التي قام بها العبد الصالح، فهي من أعلم الله للعبد. ما الدروس والعبر المستفادة من قصة موسى والعبد الصالح؟ أولا العلم الكلي لله سبحانه وتعالى، وأن جميع الخلائق وجميع الأنبياء علمهم من عند الله تعالى. الأحداث في هذه القصة هي رحمة من الله تعالى لعباده الفقراء إلى لطفه ورعايته. من هو العبد الصالح الذي ذكر في قصة موسى؟ هو الخضر عليه السلام، وكان رجلا صالحا أعطاه الله من العلم ما لم يعط لغيره في زمانه. من الذي رافق موسى في سفره؟ يشوع بن نون. عندنا التعاون بين المسلمين، إلى أي شيء يحث الحديث؟ أولا إلى التعاون والتكافل عن طريق الإنفاق والمساعدة ورعاية مصالح المحتاجين والفقراء بعيدا عن المنة وذلة السؤال، لأن صفات المسلمين هي التعاون والتعاطف فيما بينهم. ثانيا عدم شيوع الفقر، لأن سبب شيوع الفقر بين أبناء الأمة هو منع المال من تأديته وظيفته الاجتماعية عن بعض الأغنياء، وجعله دولة بينهم وعدم مساواة الفقراء.
سؤال: إذا كان يخرج من مال الغني من ورياء وصادرا عن شعور غير كريم، فإلى أي شيء يستحيل؟ يصبح عملا خسيسا يؤذي النفس والضمير ويؤذي المجتمع في أفراده وروابطه. ما حكم من يتصف بالرياء حكم المراعي، البغض في الدنيا والعذاب يوم القيامة؟ بما بشر الإسلام من يجود بنفس راضية، بشره بالجنة ونعيمها الدائم. إذا انحرفت الأمم وظلم بعضها بعضا، فما آثار ذلك؟ ابتلاها الله تعالى بالتخلف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما المسؤولية الشرعية تجاه الفقراء؟ التعاون والتكافل الاجتماعي في تحقيق العدالة للفئات التي تجعلها ظروف الحياة في أوضاعها تعجز فيها عن العيش الكريم الذي يحفظ لها إنسانيتها بلا مهانة ولا تعاسة. أهم ما يرشد إليه الحديث: أولاً، التعاون والتكافل الاجتماعي في تحقيق العدالة للفئات التي تجعلها ظروف الحياة في أوضاعها تعجز فيها عن العيش الكريم. ثانياً، رعاية مصالح المجتمع عند تملك المال، لأن المال لله وللإنسان مؤتمن عليه، والله جعل المال وسيلة للخير، فلا يجب استعمالها إلا في الخير أي في مصلحة المجتمع. ثلاثة، الإسلام يكره تكدس الثروات في أيدي قليلة، لأنه يؤدي إلى ترك بعض على حساب الآخرين، فيكون سبب الفساد والاستغلال. كل إنسان مسؤول عن شؤون المجتمع واستقامة أمره، فواجب على المرء أن يهتم بشؤون إخوانه ليسد حاجاتهم. أيضا، ما تستنبط من قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي إن الله تعالى يبارك بالرزق الحلال وما كان بكسب اليد؟ اثنين، عدم اعتماد الحلول السهلة على حساب الكرامة. ثلاثة، من أراد العمل بشرف وعزة لن يستنكف البدء بأبسط الأمور. أربعة، الحث على العمل مهما كان بسيطا، فالطعام الحلال سبب الهناء وراحة البال. خمسة، الصبر والاجتهاد سبيل إلى الغنى والرزق. سؤال: ما هي قصة النصراني الذي بلغ عند من الكبر عنها بعد أن كان يأكل من عمل يديه؟ كان هناك رجل نصراني قد بلغ من الكبر عتيا، فلقد عمل طيلة شبابه ليعيش من ثمرة تعبه وكده، ولكن لم يدخر شيئا لكبره، ولم يكن لديه أولاد، ففقد بصره، ولم يبقى أمام طريقة للمعيشة سوى سؤال الناس. فمر خليفة المسلمين حينها، روي أن الإمام علي عليه السلام، وروي في موضع آخر أنه عمر بن الخطاب، وأيهما كان لا ضير؟ فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني كان قد فقد قوته وبصره معا، وليس عنده ما يستطيع أن يقوت نفسه إلا بالسؤال. فقال الخليفة: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال. عرف التكبر وما هي أسبابه وما علاجه. التكبر هو الإعجاب بالنفس والتعامم على الآخرين بالقول والفعل. أسبابه: التكبر يكون لنقص أو ذلة في الإنسان. العجب: فمن أعجب بنفسه أو بعمله أو بأي شيء آخر استعظم في نفسه وتكبر. ثلاثة، الحقد والحسد للآخرين، ويتكبر عليهم محاولة إقناع نفسه بأنه أفضل منهم. أربعة، الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى، فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل أوامره بالتواضع، ولكن كان عمله للناس ذلك تكبرا على بعضهم. علاجه: أن يعرف المتكبر واقعته وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطف قذرة وآخره جيفة نتنة. ثانيا، أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوئ التكبر وآثامه. ثلاثة، أن يعود نفسه على التواضع. على الأربعة، على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق، إذا ما أيده الدليل أن يترك العناد والتكبر. خمسة، أن يتفادى منافسة الأقران في السبق إلى الدخول للمحافل والتصدر في المجالس. ستة، أن يخالط الفقراء والبؤساء ويأكل ويأكلهم ويسلم عليهم. ما نتائج التكبر؟ انتشار البغضاء والكره بين الناس. التكبر بعد معصية يعود معصية للخالق، وعدم شكره على نعمته التي أنعم بها عز وجل، ضياع القدر وعدم شعور المتكبر بالأمان والاحترام. أربعة، ليس للمتكبر صديق. خمسة، الحقد والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب. ستة، التكبر للنشر لرذائل الأخلاق. سبعة، التكبر يوجب مقت الله عز وجل للمتكبر. أيضا عندنا: ينطلق الإسلام في سعيه لإيجاد التوازن من حقيقتين بديهيتين، ما هما؟ أولا، إن البشر متفاوتون في الخصائص والصفات النفسية والفكرية. ثانيا، قاعدة العمل على أساس الملك. تتدخل الدولة لتحديد الأسعار، فما هي الحالات؟ ما هي؟
أولا إذا كانت السلعة منحصرة بيعها في عدد معين من الناس حالة الاحتكار. اثنين إذا كانت السلعة ضرورية ورفض أصحابها بيعها أو طلبوا ثمنا لها أكبر من قيمة المثل. ثلاثة إذا كان تواطؤ المشترون والبائعون على ثمن ينتفعون منه وكان الثمن غير عادل التسعيرة، هنا يتم وفق المبدأ الإسلامي المتمثل بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. الاحتكار هو خزن السلعة من قبل التاجر أو من قبل صاحبها حتى تقل في السوق ثم يبيعها بالسعر الذي يشاء. سؤال: عرف الغضب وما هو منشأه وما هي أقسامه؟ الغضب هو حالة نفسية تعبث على هياج الإنسان ثورته قولا وعملا، وهو مفتاح الشرور ورأس الآثام والأزمات. أما منشأه فقد يكون غالبا في أحد الأمور الآتية: أولا انحراف صحي كاعتلال الصحة العامة، اثنين نفسيا منبعثا عن الإجهاد العقلي أو الأنانية، ثلاثة أخلاقيا كتعود الشراسة وسرعة التهيج. أقسامه: الغضب المذموم وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله، الغضب المحمود وهو ما كان لله وللحق بمعنى أن يكون غاضبا لله وللحق، إذ يستحب الغضب إذا انتهكت حرمات الله لأن ذلك من تعظيم حرمات الله، قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما هي أضرار الغضب؟ أولا جرح العواطف، اثنين شحن النفوس بالأضغان، ثلاثة تفكيك أواصر المحبة والتآلف بين الناس، أربعة الزج في السجون، خمسة التعرض للمهالك، ستة إثارة الحروب، سبعة سفك الدماء. سؤال: كيف يكون يمكن للإنسان أن يكتسب فضيلة كظم الغيظ؟ يكتسب الإنسان فضيلة كظم الغيظ بشيئين: ترويض النفس على الخير، الصدق مع الله، فإن صدقت مع الله أوصلك إلى ما تصفو إليه. ما علاج الغضب؟ أولا إذا كان منشأ الغضب احتلالا صحيا أو هبوطا عصبيا فعلاجه بالوسائل الطبية. اثنين إذا كان الغضب ناتجا عن أنانية وحب الجدل والمراءة والاستهزاء والمزاح الجارح فعلاجه باجتناب أسبابه. ثلاثة تذكر مساوئ الغضب وأضراره وأخطاره وآثامه. أربعة تذكر أن سطوة الغضب تعرض الغاضب لسخط الله. خمسة تذكر أن من الخير للغاضب ضبط النفس. ستة ومن علاجه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. سبعة الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ثمانية تغيير الحالة التي كان عليها الغضبان لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب الغضب وإلا فليضطجع. تسعة استحضار ما ورد من ثواب كظم الغيظ. عشرة تذكر أن ترك الغضب من أسباب دخول الجنة. 11 السكوت ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليسكت. 12 أن يروض الإنسان نفسه على الحلم والأناة وكظم الغيظ. عندنا صورة صور الرسول صلى الله عليه وآله جرح الشهيد بصورة محبيه تغري بالجهاد والثبات أمام الأعداء، تكلم عن ذلك ذاكرا الغرض من هذا التصوير. لما كان الجزاء على مقدار التضحية والمجاهد أكثر الناس تضحية كان أعظم ثوابا وأحسنه جزاء. ومن مظاهر هذا الجزاء أن كل مجاهد يجرح في سبيل الله ودفاعا عن كرامة أمته ودينها وحقوقها وتسيل دماؤه يجيء يوم القيامة على الحال التي أصيب بها أثناء جهاده، وتكون لدمه رائحة المسك. والغرض من هذا التصوير فضل المجاهدين وتقدير تضحيتهم وتكريم شأنهم. أوجب الإسلام الجهاد وحث عليه، فبماذا أوعد المجاهدين أوعد المجاهدين وبماذا أنذر المتخلفين عن الجهاد؟ أوعد المجاهدين بالثواب في الآخرة والنصر في الدنيا، وأنذر المتخلفين بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. رد البغي والعدوان من أسباب تشريع الجهاد، ناقش ذلك. الإسلام يدعو إلى السلم وأن يكون السلم قوي وعزيز وليس مهينا أو ذليلا. السلم لا يعرض البلاد للخطر والدمار، فعلى المسلمين أن يكونوا مستعدين لمكافحة العدو واسترداد حقوقهم وحماية أمنهم واستقلاليتهم ومجابهة البغي ورد العدوان الذي يتعرض للبلاد. أهم ما يرشد إليه الحديث: أولا الجهاد واجب مقدس وباب من أبواب الجنة. اثنين من شأن المسلمين أن يكونوا دوما مستعدين لمكافحة عدوهم مجهزين بكافة وسائل القوة لدفاع ودفع المعتدي الغاضب واسترداد حقوقهم وحماية أمنهم واستقلالهم. ثلاثة حث الناس على التسابق في ميادين الجهاد والتضحية لأن فرض يمثل قيمة دينية وطنية واجتماعية من الحفاظ على شرف الأمة وكرامتها والدفاع عن مطامع الأعداء. حسن الخلق، ما البرهان على الإيمان وعلى صحة وكماله؟ حسن الخلق ولطف المعاملة، أي التعامل مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الدين المعاملة، وقال في حسن الخلق الذي الدين حسن الخلق، وليس بالادعاء ولا بالتمني ولا بالمظاهر، ولكن بالعمل يؤثر بالفرد وتثمر نتائجه. أيضا لماذا أكد نبينا صلى الله عليه وآله الوصية بالمرأة في مناسبات عديدة؟ اعترافا بأهمية المرأة في المجتمع وفي بناء الأسرة، فالمرأة ذراع الرجل وساعده، وهي الراعية في بيت زوجها وفي أسرتها، والأسرة نواة المجتمع، وهكذا المرأة هي راعية لنواة المجتمع، وعليها يتوقف تماسك الأسرة بالدرجة الأولى، وإنها رباط الأسرة، وهي المودة والرحمة، فيشعر الزوج في كنف الزوجية وطمأنينة والهدوء النفسي، فتسكن روحه وتهدأ وتنمو المحبة والمودة، فينعكس ذلك على جو الأسرة. سؤال: ما أبغض الحلال إلى الله تعالى ولماذا؟ الطلاق، لأنه يجر وراءه ويلات ومتاعب على الزوجين والأبناء والمجتمع، فالطلاق وإن كان حلالا ولكنه أبغض الحلال عند الله. وقد نفر الإسلام من الطلاق إلى الضرورة القصوى الذي لا ينفع معها إصلاح البين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بما يوصينا الله تعالى في هذه الآية؟ يوصينا الله تعالى بدعوة الناس إلى فعل الخير والصلاح واتباع شريعة الإسلام ومنهجه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك منتهى الخلق الرفيع. إلى هنا انتهت كل هذه المراجعة الشاملة المهمة الخاصة بالصف السادس المهني أو الثالث المهني مثل ما يسمون. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.